قبل ما نتكلم بقى عن كل مباراة على حدة ويعني شكل المنافسة في المباراة ال 16، عايز اعرف برضو تعليق احمد وتعليق محمود على القرعة. اتفضل يا احمد. مش والله حاسك مبسوط يا احمد؟ هو القرعة فيها شوية سلبيات الحقيقة. ايه بس يا احمد؟ يعني النظام لم يتم شرحه بشكل كافي. يعني كانوا يجب ان النظام ياخد وقته في الشرح افضل من كده شوية. احنا قاعدين سامعين بس مش شايفين البروجيكتور اللي وراهم او الشاشة اللي وراهم، المفروض انها الشاشة الضوئية يعني. أيوه. الحاجة تبان عليها، المفروض ان احنا نبقى شايفين كويس ماتشات بتتسكن عامله ازاي، التري او الشجره بتاعه البطوله، نبقى شايفين مين هيلعب قصاد مين. كنا بنكتب وراهم، احنا مضطرين نكتب وراهم، يعني دي مشكله الحقيقه. يعني احنا لو غلطنا في اسم او حاجه هيبقى عندنا مشكله. فنقص المعلومات، نقص الامكانيات، مش عايز اقول نقص الامكانيات، لو الامكانيات موجوده بس يعني الطريقه مش مستخدمه، بس عدم استخدام الامكانيات المتاحه، اختزال الامر كله في ربع ساعة، الاستعانة بمندوبي الأندية للشرح. يعني مش عايز أطول في السلبيات، ما بحبش أبص على الجانب ده كتير، بس في حاجات يعني المفروض يبقى في حاجة تليق بينا باتحاد الكرة المصري وبكأس مصر البطولة الأعرق، المفروض يبقى في حاجة أفضل من كده. محمود. بصراحة خيري، أنا يعني مستغرب جدا، يعني بطولة بقيمة كأس مصر أو كرة مصرية عموما تستحق دايما الافضل من كده. اول حاجه البروجيكتور مش باين اي حاجه، الفرق شكلها عامل ازاي، في نقل تلفزيوني وفي صحفيين قاعدين وفي مندوبين من كل انديه قاعده موجوده. طبيعي ان لما انت بتسحب الفريق على طول اوتوماتيك بتلاقي على البروجيكتور ان الفرقه دي هتلعب هنا، بعدها الفرقه دي، عشان بعد الماتش ده يبقى على طول هيلعب الماتش اللي بعده هنا، والناحيه الثانيه نفس الكلام. وبعدين هو ما حدش بيجري ورانا، هو ليه اول ما القرعه اخر فرقه اتسحبت شكرا سلام عليكم؟ طب يا جماعه فهمونا، يعني في الاول في الاخر مين القائم معانا؟ هو برضه للتوضيح، هو الحاج عامر حسين في البدايه وضح نظام الارقام، يعني وضح ان الاهلي هيبقى في طريق رقم واحد، الزمالك هيبقى رقم تسعه، وحتى برضه فيوتشر وبيراميدز اعتقد ان هم الثالث والرابع في الموسم اللي فات، قال لك هيبقى موجود في خمسه و13، فهو وضح الشكل. هو الفكره ان هو بس موضح ده كله قبل ما القرعه تتسحب، بحيث ان انت بتسحب النادي بيبقى معروف على طول هيتسكن فين. تمام، بس في الاول في الاخر خيري الصوره لازم في الاخر هي لما تبقى كامله لازم تتشرح للناس. حتى كمان قبل ما المؤتمر ينتهي على طول بتاع القرعه استعرض في حد قال يا جماعه خلاص يعني لما تخلص نسحب الفرق هنستعرض المباريات تاكيدا. حصل. لا مفيش، اول ما الفرق الاخيره اتسحبت. وبعدين برضو قصه ايه يا جماعه، اي حد يطلع يسحب ليه؟ اي حد يطلع يسحب ليه؟ الموضوع ده مش متنظم الاول، مين اللي هيطلع يسحب الكور؟ يعني اللي يجي فيكم يطلع. بصراحه هي مش حاجه كبيره قوي، بس يعني احنا اكبر من كده بكتير بصراحه. يعني المفروض الحاجات دي تبقى متنظمه اكتر من كده، عشان احنا ما نخشش في الديبيت والجدل بتاع لا ده هيلاعب ده، لا قال الرقم ده قبل ده، عشان في الاول في الاخر القائمين على القرعه هم اللي المفروض يفهموا كل مصر القرعه دي ماشيه ازاي. بس في الاول في الاول في الاخر يعني دي حاجات صغيره كده لازم الواحد برده يعني. لكن التفاصيل الصغيره دي برده بديهيات، قبل كل تفاصيل هي بديهيات الحاجه، بديهيات اجراء قرعه، اي بديهيات الاجراءات بتاعه قرعه اي بطوله. ايوه يعني اللي محمود قاله ده يعني بيزكس، انا مش متخيل احنا قاعدين بنناقش ده بنناقشه، يعني بنقوله ما حصلش ليه.